كل واحد مستنينا الولع والكماشة ونزل شيش على شيخة بسيدة أموت في التطبيل ما تجيب 100 جنيه سلب صدق اللي قال التعليمه في الكبر كان نكش على الحجر انت ايه ما بتفهمش يا زيزو باب السلف انا قفلته ورميت مفتاحه مش عايز رد كتير في الحكاية دي تيك سوجر تروح فين يا بنت انت امشي من هنا يلا بس تم ببنتك يا يا بنت امشي من هنا بدل ما تديكي في حاجة بخلقتك وربنا لو جيت جنبي يا سلطة ليه بقلك الناس فيها كواتش يا استاذ عايز معلش تخش تشحت جوه بقولها امشي بالذوق بتقل ادبها وانت مال اهلك انت اللي بشحت ولا ما بشحتش انا كنت بشحت من اهلك والنبي يا بيه ربنا ما يحوجك يا رب اديني 5 جنيه اجيب لهم اكل اللي انا على لحم بطن 5 جنيه بحالهم انت ايه بتتأمري كمان ما تروح تشوفي لك شغلانه وانت عامله زي البغله كده جرايه يا بيت انت بتشحتي ليه هو فين الشغل ده يا بيه هو اللي التقيت وقلت ملياش فيه طب شغلني هنا يا بيه عندي شغلك فين يا ماما انت فاكره جماعه الاورمان اطلعي يلا بره بس يا زيزو ولا كواتشا خش املالها الجره شويه ميه وحط صابون ودخلها عشان تسايق يا استاذ هيثم انا لسه مسيقه يا استاذ هيثم مش عاجبك اعيد لك عليه تاني قطع العيش وحش يا استاذ هيثم صمت الحملان خش نفذ قفص بس تعالي انت هتعملي ايه همسح كده بهدومك تتبل تاخدي برد لا ما يهمش يا بيه ما شويه وينشفوا عادي ايه يا بيه لا لا مش هينفع اصل ما انت لو كده اتبلت بقى هتسيقي بقى والجلابيه هتجرجر وتلبخ بصي انت شكلك كده مش بتاعت شغل يلا غوري من هنا يا بنت لو سيدي الورواري طب لو لبخت ما تحاسبنيش لا لا اما تقلعي هدومك وتمسحي زي البني ادمين لاما خلاص تتكل على الله مش ناقص وجع دماغ العبي بقى اهو ده اهو ده الشغل يلا بقى الشقلب يا شفت طول عمرك فخم وانت طول عمرك رخم ياض ياض انا عايزك جوهرج ياض انما انت جاموسه معديه في قلب المعرض عايزك تفرق بين الذهب ال 24 والذهب الصيني هاي لو بيكبر على ايدك يا فخامه عنيف وكده بتخسر حماره في بلدكم ماشي لا يا حبيبي انا عايزك تكون حنين على الست هانم تغسلها اكنك بتغسل وشك وش يا استاذ هيثم يبقى العربيه مش هتنضف انا ما اغسلوش اصلا يا بيه سيقت لك الارضيه مرتين ودعكت الكبانيه والمرايات عاوز مني حاجه تاني ونتفو او سيدي الورواري ده انا دعكتهم اما دراعاتي خدلت حتى تعالى بص لا مصدقك ما دام حلفت بسيدك الورواري مصدقك طب اديني بقى حق المسيح ودعك عشان امشي قال انا على لحم بطني من امبارح وانت مش راضي توكلني اخص عليا ولا كاوتشه ايوه يا استاذ عايز امسك يوم حمامه نص كيلو كفته وطرب طب ما تديني حقهم ناشف عشان امشي لا ما تخافيش ما العزومه دي بره الحساب انت واقف ليه مدغوط طب ما انا كمان جعان يا استاذ هيثم على لحم بطني من امبارح ما اكلتش جعان اما تاخد يوميتك ابقى كل واعمل اللي انت عايزه يلا غور يا رب بس ما خلقتنيش مزه ليه والحلوه بقى اسمها ايه بلبله مين نبيله بس انا ما احبش اقول نبيله احب بلبله الله جميل قوي اسمك بلبله عشت الاسامه بلبله ايه كفته وحشه ايه في ايه بتديه بقى يا بيه زي ما بصصنا كده لا احنا قيله هو متعود على كده بيبص بس كل انتي زي ما بطنية توجعنا يعني خرم الصباع كفتة حتى بص ايه خففت الزل دي انت كمان بتقولي نكت يا بت ده انت باين عليك حكاية
بيت ابو البلا انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه فين؟ ساكنه. ما تتعدلي يا بت، يعني ايه مش ساكنه؟ اصل انا يا بيه لسه جايه مصر امبارح، بهس على سلم المترو مع اولاد عجوزه كده وهي اللي قالت تضحك وانا ملياش متو ولا سكن. امال انت كنت ماشيه كده رايحه على فين؟ معرفش، كنت هرجع سلم المترو ولا ادور على اي جنينه بايت فيها ولا اشوف لي جامع. جامع؟ يعني ما بقتش ظهر فيا يا بيه، تبقيتني هنا وسط العربيات احرسها لك. وسط العربيات لا، اخاف عليكي من العربيات، انما انت هتبتي في حته تانية خالص. كل الكفتة. يا بيه يا بيه، احنا رايحين فين؟ شش، ما تزيطيش، الناس نايمين، تعالي ورايا. تعالي. ايه هي اوضة مين دي؟ اوضتي هتقعدي فيها يومين لحد ما ادبر لك مطرح نضيف. تعالي خشي. هدوم مين دي؟ هدوم امي. امك بتلبس رجالي؟ يا بت دي بتاعت الراجل اللي بيصلي بره ده، مالك جرى ايه؟ فك كده وكله يبقى تمام. السلام عليكم. حرما يا اليوب. اليوب؟ البلد ولا المحطة؟ خف كوميديا. مين الأنسة؟ الأنسة بلبلة، هتقعد معاك هنا يومين. تقعد معايا؟ تقعد معايا ازاي يا ابني؟ ده أنا قاعد لوحدي. لوحدك؟ هو أنت فاكر نفسك زي؟ بص، أنت محتاج علبة منشطات كاملة عشان تتنفس بس. يا راجل ده أنت واقف على حيلك بالعافية. يا ابني ما يصحش كده. على العموم أنا هنزل للحاج عيسى وهو يشوف له صرفة. لا، الحاج عيسى مشي وزمانه نام دلوقتي. ويا أخي خلي عندك نخوة ورجولة تسيب بيت قد بنتك تنام في الشارع وكلاب السكك تنهشها. نبي يا بيه الله لا يسيئك، يا رب يخلي لك عيالك. بس يا بت تتحال عليه ولا ايه؟ الأوضة دي أوضتنا، اللي يقعد فيها يقعد على مزاجنا احنا مش على مزاجه. يعني ايه يا ابني؟ يعني بلبلة هتقعد في الأوضة دي يومين، عاجبك على كده أهلا وسهلا، مش عاجبك اتكل على الله تبقى ريحت واستريحت. شمس الشموس. انا قلت انت نسيتنا خلاص. وانا اقدر برضو، بس ما كنتش راضى اجيلك وايديا فاضيه. ايه جايب لي هديه ولا ايه؟ واي هديه؟ بنت فاكهه سي كلاس وما تحت السي كلاس، بس ايه انضف حاجه في منطقتها، توقع اجدع شنب من تجار السوق اللي بيقولي خميس وجمعه. كم سنه؟ لغه عشرينية كده. يا اخويا ما تابع، ده البحر اللي اسمه بحر ما بيقولش لا. هقول انا لا؟ الصبر، البت لسه عصاق في شغل كتير، عايزه سكينتين معجون وتخش فرن وتاخد وش لميع تبقى على الزيرو. وانا عندي الزبون. يا حلو تصبح، يا حلو تصبح، يا حلو تصبح نهارنا كل، يا حلو تصبح، يا حلو تصبح، يا حلو تصبح انت رجعت يا حرام الفراخ؟ يلا يلا فسحي لاختك شوية. شيخ منصر وبتصلي؟ مش مكسوف من ربنا اللي انت بتسجد له وانت حرامي فراخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاول لما يبقى يحولك.
بتدعي ربنا تقول له ايه؟ يا رب سامحني ان انا سرقت الفراخ من الوليه الغلبانه؟ ولا بتدعي تقول يا رب ام بلوزه ما تاخدش بالها لما اسرق كل يوم فرخه؟ في ايه يا ست انت؟ في ايه؟ انت حاطه نقرك من نقري ليه؟ انا راجل محترم مش حمل بهدله. ولما انت راجل محترم بتسرق الفراخ ليه؟ والله والله ما جيت جنب فراخي. طب ايه اللي مقعدك في اوضه زباله الناس عيسى اللبان؟ ظروف. ظروف يا ست ام بلوزه، ساعات الظروف بتجبر البني ادم انه يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. يعني انت راجل غلبان بجد؟ والحاج عيسى راجل جدع. بس اخرس خالص، ما تجيبش سير الزباله الناس دي على لسانك طالما انك بتقول انك راجل محترم. حاضر حاضر يا ست ام بلوزه. يعني انت ما خدتش الفرخه تاني؟ طب خلاص خلاص، حقك عليا، مش هقول لك تاني ابدا انك حرامي فراخ. ربنا يخليك يا ست ام بلوزه ويخلي لك بلوزه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. صباح الخير. يا لهوي الحقوني يا ناس، غيتوني يا عالم. يا راجل يا نجس يا وسخ، يا وليه بيت البنت اللي قد عيالك في الاوضه. راسي يا ست ام بلوزه، راسي يا ست ام بلوزه، يا ست هفهمك. يا راجل يا نجس يا وليه، الحقوني يا ناس، غيتوني يا بابات. الراجل الزباله ده والبنت اللي ماما دي في وضع مخل بالاداب. انا يا باشا طلعت فوق السطوح لقيت الراجل الشايب العيب ده والبنت دي في وضع مخل. اه يعني ايه وضع مخل؟ وضع مخل ازاي يعني؟ وضع مخل يا بيه، يعني وضع مخل. ايوه يعني لقيتيهم فوق السطوح كده على عينك يا تاجر ولا كانوا في اوضه؟ لا يا باشا كانوا في اوضه عيسى اللبان، الراجل ده اصلا سو وبيشغل البنت دي وبيقبض عليها ومأجر الاوضه بالساعه. وسيدي الورور يا بيه، ما حصل ولي يا كداب. بس يا بنت انت ما تتكلميش غير لما اسالك، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا بيه. وانت طلعتي لقيتي باب الاوضه مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ لقيتي الباب مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ انا بيه سمعت الصوت كده لما اخذه يعني فخبطت فتحوا لي الباب. اه انت كدابه يا وليه، انت ازاي شفتيهم في وضع مخل وازاي هم اللي فتحوا لك الباب؟ حد غير الوليه دي شاف الوضع المخل اللي بتقول عليه؟ لا يا بيه، احنا خدنا على اصوات ام بلوزه وصدقنا اللي قالاه. وانت زي ما قالت كده يا باشا؟ الحمد لله. مش عايز اسمع نفس. مساء الفل. اهلا سراج بيه، تعالى اتفضل. ايه الخير ده كله يا علي بيه؟ اه الخير على دوم الواردين يا سيدي، تعالى استلم. كمل انت يا باشا. لا لا لا، ده انا عندي مشوار مهم ومتاخر قوي عليه. يلا ربنا معاك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا حامد خليهم يجيبوا لي القهوه بتاعتي بسرعه. تمام سعادتك. يلا. مين فيكم اللي مقدم البلاغ؟ انا يا بيه. مش عايز وجع دماغ وحوارات ملهاش لازمه عشان ما طلعوش على عينيك. خدت منك كام؟ ما خدتش مني حاجه يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها وقعت في سحنتك الجميله دي ولا في عينيك المعمصين ولا تكونش راجل نسوانجي وقراري كده وقور وانا ما اعرفش؟ يا باشا انا نسوانجي وقراري، سعادتك شايفه خدي قد بنتي. في ناس كده تحب السجن تشتاق له. وحشك السجن؟ وحشك السجن يا صبري يا ايوب؟ يا باشا انا قضيت مدتي ووفيت بديني، الشكوى دي كايديا وسعادتك اسال علي باشا. وعلي باشا ماله بقى، كان معاك ولا ايه؟ بص يا صبري، لو شاهدت على البت دي انا هعتبرك شاهد ملك واخرجك من القضيه وتروح. بس انا احب اعرف كل التفاصيل. كنت لابس ايه؟ كانت لابسه ايه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ ساعتك عايز نكذب يعني؟ لا يا حبيبي ما تكذبش، انا هعرفك انك كذاب. اركن هنا ووشك للحيط. اركن. هاي يا نبيلة، هتتعبيني هتعبك، هتريحيني؟ هريح؟ خدتي منه كام؟ يا بيه ده قد ابويا، هو راجل محترم ومصلي. هيا الولية دي. الو؟ هاي يا باشا، ولو مش فاضي يا باشا فضالة. كام قتيل؟ يا حاضر يا باشا، ننفض ايدي واجي لك على طول يا باشا. حاضر يا باشا، مع الف سلامة في رعاية الله. يا حامد قوامي في ساعتك. حضر البوكس وقوه كامله وتسليح عالي وخلي الاثنين دول عند عوني لحد ما نرجع لهم. تمام ساعتك. انا
هيعملوا فينا ايه يا عم اديو؟ والله ما انا عارف يا بنتي، انا بس بدعي ربنا ان الضابط الاولاني يجي ويمشينا. انا قلت خلاص الحكايه خلصت، الحكايه اتعقدت تاني. ربنا يسوى يا رب. مش كان زمانك خرجت انت بينا وشدت عليا؟ لا يا بنتي، انا راجل دوت الظلم، مستحيل في يوم من الايام نصدق حد. اقول لك حاجه بس ما تزعلش، انا لو كان قبل اشهد عليك كنت عايشه. لو ابو البنا تعملي كده مش عشان انا، لا انت لو شهدتي عليا هيسجلوكي اداب ويفتحوا لك ملف. ايه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كويس انك فطمتني. الدنيا دي ما فيهاش مطرح للي قلبه نضيف زي الناس. وحشه قوي يا عم الحاج. قصدي مش الناس يا بنتي، ناس خلابه، كل واحد مليف دنيته. ارمي انت بس حمولك على الله، ان شاء الله هو هيحفظك. يحفظني؟ يحفظني ايه بقى؟ هو انا كنت حفظت روحي عشان يحفظني منك لله يا عنني الكلب؟ العيش فيك يوم قدر يا كريم. لا لا يا ابو البولاي، واعتدي على حد يا بنتي. ادعي له ادعي له ان ربنا يهديه. ادعي له. لما ابويا مات نزلت انا واخواتي البنات عشان نشتغل. وقفت في مطعم فول وطعميه، كنت بغسل الطباق واقلي الطعميه والبتنجان. كنت بقلي شويه طعميه ريحتهم دي تجيب الزبائن من على اخر الشارع. انا لي صاحب الدكان كان تبان لي يقول لي انت مرزقه يا بنت يا ابو البله ووشك حلو. طيب ما هو كان كويس معاكي وما بتدعي عليه ليه؟ كان كلامه حلو اه، بس ده هو الطعم اللي كان بيصطادني بيه ويزن على الودان مر بالساحه. حبيته وعشمني بالجواز. تغلطي معاه؟ كان يوم ما بيسك الدكان علينا وهو والناس اللي عايزه الشندوتشات واقفين بره مفكرينه بيصلي. انت ازاي تسلمينه وشك بالسهوله دي؟ كنت بحبه ومش فاهمه ولا عارفه، بس بعد كده فهمت. التقيت ان هو كل همه يسك الدكان علينا وهو، لحد ما في مره قلت له خلاص انت اخرك معايا كده، يا اما تتجوزني يا اما اروح اشرر لك عند ام محمد. طبعا شتمك وطردك من محل. يا ريت، ابن الحرام بلغ عني في المركز اني سرقت منه عنبوبتين بوتاجاز وكانوا هيعكشوني لولا شربت وسبت لهم البراند اللي فيها. طب والدك واخواتك؟ كنت افضل معاهم يعني؟ ووقفوا اخواتي البنات وصيتهم، قلت اخلص من روحي. وهل تلقي نفسك يا بابولا؟ رحت عشان ارمي نفسي قدام القطر، بس خفت ما قدرتش. ركبت القطر لحد ما جيت لحد هنا. معلش معلش يا بنتي، كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، وربنا سبحانه وتعالى يحب عبده التواب. توبي الى الله كده واخلصي النية وان شاء الله هنشوف كلام عليكي. يا رب. وقانونا ما دام الاثنين اكتر من 21 سنة ومفيش دفع فلوس يبقى مفيش عليهم حاجة. ده القانون، بس الاخلاق فين يا متر؟ انت اخلاقك تسمح لك انك تقعد راجل وست مع بعض؟ يا باشا دي بنت غلبانه وقريبتنا، وبصراحه لولا ان انا واثق بقى في صبري ما كنتش قعدتها معاها. بعدين دي خلاص هتروح النهارده. سعاده الباشا، احنا ناس تجار كبار وراس مالنا اسمنا وسمعتنا في السوق، فريد حضرتك تشرفنا في المعرض عشان تتاكد بنفسك. ولا مؤاخذه يا باشا، اصل انا ليا مزاج اركب حضرتك عربيه صح، فريد تشرفنا وتشرب القهوه معايا ان شاء الله. ادخل. المتهمين بقى يا باشا. دخلهم يا حامد.
اتفضلوا. صبري. نعم يا باشا. 15 سنة كفاية مش كده؟ كفاية يا باشا. أنا هسيبك بس عشان خاطر الناس الطيبة دي. وأنت يا بت؟ أبي أنا كريه قلب السكة العوجة، قسما بالله لو شفتك تاني ما هخليكي تشوفي الأسفلت. امشي عدل يا بت. أبي أنا ما عملتش حاجة. نقول حاضر وبس. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى مع السلامة كلكم. بالإذن يا باشا، السلام عليكم. سعادة الباشا ما تنساش، مستنيك نشرب القهوة. لا أنا مش عايزك تسخن قوي كده يا حاج، أنا عايزك تشغل دماغك قبل ما تتكلم. أنا عايزك تقول لروحك أنا كنت في السجن والحكومة خدت كل حاجة، وهيسى مبني طلع راجل وجدع واشتغل وعمل الهلمة دي كلها. رجليك شالتك يا هيسى عشان أنا اللي ربيتك وصرفت عليك، ولولايا أنا ما كنتش جيت للدنيا يا حبيبي. جيت للدنيا بقى عشان تبوق في ابوك وتعايره. استغفر الله العظيم، انا عايرك برضه يابا. لا انا بس بحط لسانك على سكه الكلام الصح اللي هو انا حر. قول لنفسك كده هيثم حر. عمايلك يا حر هي اللي دخلتنا لهيثم نابوس الايادي وطلطنا لطه ملهاش اي لازمه. بسبب انا ولا بسبب صبر اليوب بتاعك اللي مشيك مع بنت زي دي من الشوارع؟ عاوز منها ايه يالا؟ عاوز اللي عاوزه، حد الشريك. خلاص انت حر، دور حياتك زي ما انت عايز، لكن بعيد عن الاوضه، الاوضه دي بتاعتي انا. كده انت قلت الكلام الصح، والاوضه دي تلزمني، هاجرها ب 1000 جنيه في الشهر. الاوضه ساكنه، وفر فلوسك على نفسك يا ابن نعمات. شوقك يا حجيجي. والحاجة اللي انت مشوينها فوق السطح ما عنديش مكان انقلهم فيه. عاجبك تاخد الايجار ماشي، مش عاجبك خليك بقى لحد ما الاقي مكان اشوينهم فيه. والبيت؟ خلاص مش هبيتها في الاوضه، هبيتها بمعرفتي. بالاذن بقى عشان الحق وقتي. المكتب مكتبك طبعا، بعد ما تخلص قعده الهري مع زملاء القرانه يبقى هات الباب في ايدك. سلام. امسك. عرفت هتعمل ايه؟ صاروخ يا فخر. احصلك انا على هناك؟ امال انا بهرف ايه من الصبح؟ يلا اخوه. حاضر. يلا يا بلبل. يلا. لو سمحت يا استاذ هيثم. امرني، عايز ايه؟ يا ابني نبيله دي اصغر من بنتي. والله العظيم ولا ضايقتها ولا عملت لها اي حاجه. وهي قدامك اهي. ما تقولي له نبيله. اوعى تكون فاكر نفسك راجل بحق وحقيقي تخاف منه. ده انت فانيلا ولا ايه؟ يا ابني انا. يلا بلبل. غلطة. وانت واخدني على فين يا ابني؟ بصراحة يا بلبل انا غلطت لما قعدتك في شقة مع راجل غريب، بس ملحوقة. انا هقعدك في شقة كلها ستات. ان شاء الله يخليك يا بيه. وسيدي الورواني انت راجل حسيس. انت راجل حسيس. تشتري مني؟ هتتبسطي. تعالي. ازيك يا شوشو؟ اهلا يا استاذ هيثم، اتفضل. عاملين ايه؟ امال فين سيطة الكسر؟ انا اهو يا نور عيني. اهلا اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ايه يا واد ده؟ انت طولت شويه ولا انا بيتهيألي؟ انا طول عمري طويل من وانا صغير، بس انتي عيني عليكي بارده، الدهن في العتاقي متألقه من الثمانينات. يضيالك، اوعى يا واد اما اسلم. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ ايه ده مالك خايفه كده ليه؟ ده هيثم حبيب، واللي من ريحه الحبيب يكرم. لا انا عايزك تفكي كده، البيت بيتك. بيت يا شيماء، هاتي الشيشه للاستاذ. ولا تاكله؟ ده انا عامله شويه سبانخ عسل نحل. لا عشان الحموضه بس. تاكلي يا حلوه. هي اسمها ايه يا هيثم؟ بلبله. بلبله يا اختي كمال وعصافيري خالص. تاكلي سبانخ يا بلبلتي؟
لا مش شكرا. لا ليه؟ براحتك، لو عايزة تاكلي كلي، بس خفيف خفيف عشان حبوب موطة. ماشي اكل. ماشي يا حبيبتي. بس بقولك ايه، قبل ما تاكل خديها يا ام عزة، روقيها وظبطيها. من عينيا يا روحي. تعالي يا حبيبتي. هروح فين؟ تعالي بس ما تخافيش، ده انا زي امك واكتر. تعالي. ايوه يا فخم. فخم ايه؟ كل ده بتركب دواء؟ انا كنت بشوف امي. هو ده وقته؟ حرام عليك، امي تعبانه. صمت الحملان. هي دي الحاجه؟ ايوه هي. دخل الحاجه لام عزة وما تبحلقش. ظالم. عزة ايه اللي رجعك من الشغل بدري كده؟ ولا النهارده عيد العمال؟ نسيت حاجه في اوضتي وراجعه اجيبها. والله يعني ما رجعتيش في وش الزبون في الكباريه؟ يا لحقت بلغتك. فضي بطنك عشان تعرفي تعيشي. بقولك ايه يا هيثم، القصه دي احنا اتكلمنا فيها وخلصناها. خدي يا بنت هنا. انا مش بكلمك. انت بتقول كلام بيضايقني يا هيثم. اقول كلام يضايقك احسن ما اعمل حاجات برضه تضايقك. اسمع مني، اتصرفي في الموضوع ده بمعرفتك بدل ما اخلصها انا بمعرفتي. اقصى عليك وتهون عليك عزة حبيبتك. تهون؟ ما انت عارفاني ما عنديش حبايب في الشغل. رجل بلا قلب ولا ضمير. كله يوسع للعروسه. خش برجلك اليمين يا حبيبتي. الله اكبر، حسره في عين اللي ما يصلي على النبي. يا روحي اسم الله.